الاشياء اللي ميزت النصر على الاقل في 3 مباريات انه يتفوق، 9 نقاط يعني مهمه جدا. والله ما شفت في شيء متميز في هذه النصر في المباراتين اللي فاز بها الرائد او الشباب او الاتحاد. الفريق يحتاج له شغل كثير، يحتاج له لعيبه جانب يعني على مستوى نشوفها على نادي النصر، نادي النصر يحتاج له لعيبه جانب من طراز ثقيل، يعني الاحترام للجانب الموجود في نادي النصر يعني انا اقيم فيهم 2 بس اللي يكونون في استمراريه نادي النصر او بالكثير 3 الباقي يكون برا تشكيله نادي النصر. اليوم مباراه نادي النصر مع نادي الاتحاد، الاتحاد عنده استحقاق كبير يعني انه يلعب على النهائي على كاس الملك، يعني عنده استحقاق مهم نادي الاتحاد بالطريقه هذه لعب نادي الاتحاد، يعني لا استغرب النصر يفوز عليها 3 لان نادي الاتحاد كان فاقد غير الاجانب، فاقد اللعيبه الاساسيين الموجودين في الفريق. النصر مش مميز لمؤاخذه؟ ما يعتبر مميز نادي النصر، نادي النصر فيه اخطاء كبيره وفادحه قدام اي فريق، لو نادي الاتحاد اليوم كامل وبنجومه وباحترافه كان يفوز النصر، بيعطي النصر 3 أو 4 عادي في نادي النصر. انا احترامي لنادي النصر، نادي النصر هذا مو نادي النصر اللي يشد فيه الظهر كجمهور نادي النصر. كان النصر خسران 3 يعني انا ما اتكلم عن تقارن نادي النصر، احنا نتكلم عن مباراه، حاله مباراه. ناظر قارني في نادي الاتحاد، الاتحاد ناقص اجانب، ما في الا اجنبي واحد هو الانصاري والباقي كله مو موجود، وغير كذا اللعيبه الاجانب اللي في نادي الاتحاد اللي هم 2 أو 3 اللي موجودين في نادي الاتحاد مو موجودين برضه اللي كانوا يشيلون نادي الاتحاد. نادي الاتحاد انا وجهه نظري انه استفاد من الاخطاء اليوم، اللي عنده استحقاق مثل ما قلت لك كبير لكاس الملك، وهذا مهم نادي الاتحاد انه يكسب في ليش الباطن. متجاهل الباطن يا كابتن وليد، ما بعد لعب مع الباطن. انا اقول ممكن الباطن لا يقول واصل للنهائي. هو اذا كان بيوصل النهائي لازم يكون عنده استحقاق انه بيلعب ضد الباطن، لازم يكسب الباطن. الباطن مباراه ضد الباطن ما اقلل في اي فريق في الدوري السعودي اي كان، بس انت اجحفت بالنصر اليوم بشكل غير طبيعي يعني. لان نادي النصر اذا كان باللعيبه الاجانب هذول 6 أو 7 حتى الموسم الجاي اي ما يقدم لك ولا 30%. لا بس كابتن احنا نتكلم عن حاله مباراه اليوم، انا ما نتكلم عن حالة النصر الموسم القادم راح يبدا موسمه بهاللاعبين هذول. حاله مباراه اليوم ممكن هي الظروف نادي الاتحاد، نادي الاتحاد لو ما عنده ظروف الان ولا عنده استحقاق كاس الملك ما يفوز عليه نادي النصر الان. بس في شيء في 2 شيء